نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وحضور الآلاف من جمهور نادي الزمالك هنا إلى ملعب استاد القاهرة لمؤازرة الفريق كما يظهر أمام حضراتكم. الآلاف من جمهور الزمالك حرص على تواجد في مؤازرة الفريق في الساعات الأولى من بداية اليوم. يمكن استاد القاهرة افتتح أبوابه في تمام الساعة 8:30 ليحتضن جمهور الزمالك وبعض من جمهور بعض البركان المغربي. مباراة الذهاب انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، احرز الهدف لنادي الزمالك سيف الدين الجزيري. ومباراة اليوم يعني هي مباراة حسم اللقب، خلينا اقول لحضراتكم يعني نادي الزمالك يمتلك 6 بطولات افريقية ويعني بطولة واحدة من الكونفدرالية، ويسعى في مباراة اليوم الى تحقيق اللقب رقم 2 في تاريخه، ويعني هو لقب الكونفدرالية اللقب الغالي اللي حققه اخر مرة ايضا كان امام نهضة بركان عام 2019 في برج العرب واللي انتهى بركلات الترجيح. خلينا اقول لحضراتكم يعني عدد مواجهات الفريقين ما بين الزمالك وبين نهضة بركان المغربي، يعني الزمالك الفريقين لعبوا 3 مباريات، فاز الزمالك في مرة ونهضة بركان مرتين، منهم مباراة الذهاب الماضية بنتيجة 2-2. بعض البركان ايضا حقق اللقب مرتين ويسعى الى تحقيق اللقب رقم 3 في تاريخه. خلينا اقول لحضراتكم يعني نادي الزمالك يقوده فنيا جوزيه جوميز، ونادي نهضة بركان يقوده فنيا المدير الفني التونسي معين الشعباني. يعني جوميز يدخل هذه المباراة في قائمة مكونة من حراس المرمى محمد عبد ومحمد صبحي ومحمد علاء الدين في خط الدفاع، عمر جابر وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد وياسر حمد واحمد فتوح في خط الوسط. خط الوسط متواجد دونجا، محمد شحاته، احمد حمدي، زياد كمال، ونيمار، وابو زياد، محمد عاطف، وهاب ياسر، وابراهيم الاضاي، واوباما، ومصطفى شلبي، وزيزو، واخطر لاعبي نادي الزمالك في مباراه اليوم، واللي بيعود عليه يعني جمهور نادي الزمالك الامال في مباراه اليوم لحصد اللقب. حضراتكم يعني في الهجوم متواجد سيف الدين الجزيري وناصر ماتسي وسامسون حكيمي، هنا يعني عدد كبير من جمهور نادي الزمالك بيغيب عن مباراه اليوم. في ابرز الغيابات للاصابه خلينا اقول لحضراتكم شيكابالا والزناري ووينش وعبد الشافي، يعني اللعيبه دي بتغيب للاصابه. ايضا بيغيب رؤى محمود علاء لاسباب فنيه، يعني يمكن رؤى حرص في مباراه اليوم على الوجود رغم استبعاده من المباراه، حرص على التواجد هو واسرته متواجدين في مدرجات ملعب استاد القاهره لمؤازره الفريق. اهلا بحضراتكم غياب عبد الله السعيد ونصر ماهر وحسين جعفر لعدم تمديد الافريقي، كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراة اليوم، مباراة حسم اللقب، حسم يعني لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية اللي يعني طلبها نادي الزمالك المصري ونادي نهضة بركان المغربي. مباراة الذهاب انتهت بهدفين مقابل هدف، أحرز الهدف لنادي الزمالك سيف الدين. يعني زي ما حضراتكم شايفين مدرجات ملعب استاد القاهره يعني تمتلئ يعني شبه ممتلئ على اخرها بجمهور نادي الزمالك، يعني اللي حرص على التواجد باعداد كبيره زي ما حضراتكم شايفين رغم يعني صعوبه الطقس، طقس اليوم يعني درجات الحراره ما
مرتفعه بشكل كبير، لكن جمهور نادي الزمالك زي ما تعودنا عليه ان هو ورا الفريق في كل مكان زي ما بيظهر امام حضراتكم. وحصد الزمالك كأول لقب وأول بطولة ليه في بطولة الكونفدرالية، ويسعى في مباراة اليوم إلى حصد اللقب رقم 2 في تاريخ نادي الزمالك. يعني لديه 6 ألقاب أفريقية منهم 5 في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة وحيدة في الكونفدرالية، ويسعى اليوم إلى حصد البطولة رقم 2 في تاريخه. فريق نادي بركان يعني حصل على بطولتين بطولات الكونفدرالية، بقود الزمالك في مباراة اليوم كوزيه جوميز، وفريق نادي بركان يقوده المدير الفني معين الشعباني، اللي يعني زي ما بيقولوا ان هو مش جديد عليه الاجواء المصريه والملاعب المصريه، خاصه ان هو قاد عدد من الفرق المصريه زي فريق النادي المصري وغيرها من الفرق المصريه، فمتعود على الاجواء وعلى الملاعب المصريه زي ما ذكر بالامس ان هو هينقل خبراته اللي حصدها خلال يعني تدريبه في مصر للاعبي فريقه، وبيسعى الى حصد اللقب، وكمان قال ان هو بيحترم نادي الزمالك، نادي الزمالك فريق كبير يمتلك عدد من البطولات، يمتلك جمهور كبير، وقال ان احنا جايين هنا الى ملعب استاد القاهرة لحسم اللقب رغم صعوبة المباراة على الفرقين، لكن يعني الامل في ربنا والامل في لاعبيه ان هم يحصلوا على اللقب بطولة الكونفدرالية رقم 3 في تاريخ نادي نهضة بركان. المباراة خلينا نقول لحضراتكم هتنطلق في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، امام حضراتكم عدد كبير من جمهور نادي الزمالك يملا مدرجات الثالثه يمين والثالثه شمال، ومدرجات الدرجه الثانيه امام حضراتكم والدرجه الاولى، وهذا الجزء المخصص لجمهور نهضه بركان المغربي اللي لم يحضر احد منهم الى حد الان، يعني باقي قرابه ساعتين على انطلاق المباراه ولم يحضر احد من جمهور نهضه بركان. يمكن نادي الزمالك والاتحاد الافريقي خصص حوالي 1500 تذكره من تذاكر مباراه اليوم الى يعني جمهور نهضه بركان المغربي، يمكن عدد كبير من الجاليه المغربيه متوقع هنا في مصر، وخلينا يعني نعيش اجواء اكثر من رائعه هنا في استاد القاهره، وجمهور الزمالك بيضرب مثال في يعني الانضباط والتشجيع الكبير هنا في ملعب استاد القاهره. كل التوفيق للفريقين في مباراه اليوم، وانتظرونا في تغطيه خاصه لكافه الاجواء والكواليس من هنا من ملعب